اهلا بيكم، عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا في صحه وفي خير وفي سلامه. اهلا بيكم مع قناه الدكتور حمدي. النهارده باذن الله هنتكلم على الكنترول ريكتيفاير. هنبدا الموضوع بتاعنا ان شاء الله بالطرق التقليديه اللي هي بنستخدم فيها الريزيستنس، سواء في دايره الارمتشر او دايره الفيلد، عشان نعمل الاي سي كنترول على الدي سي موتور. هنشرح المناطق المختلفة لتشغيل الدي سي موتور زي الارمتشر كنترول والفيلد كنترول، وهنتكلم على انواع البلسز، وان شاء الله المحاضرة اللي بعدها هنتكلم على السنجل فيس كنترول دريفت. اتمنى ان انتم ما تروحوش في اي حتة، وتابعونا مع تحياتي دكتور. اهلا بكم محبي قناه الدكتور حمدي. كنا قبل الفاصل بنتكلم ان احنا ان شاء الله هنبدا شغل في الموضوع بتاع ان احنا ازاي نعمل سبيد كنترول، او ازاي ندرايف الدي سي موتور من خلال الكنترول ريكتيفاير. طبعا احنا لو بصينا لانواع الكنترول ريكتيفاير هنلاقي انها انواع عديده، يعني ممكن نقسمها من حيث ان احنا هنشتغل هل سنجل فيز ولا هنشتغل ثري فيز ولا ايه بالظبط. لان احنا طبعا كلنا عارفين ان احنا ايه، ان احنا بسمي الكونفرتر اللي هيعمل الشغل ده على حسب هو متغذي من سنجل فيز ولا من ثري فيز. وبالتالي هيبقى لما نيجي نتكلم هنتكلم مثلا على سنجل فيز كنترول ريكتيفاير، ولو مغذى من ثري فيز هنتكلم على ثري فيز كنترول ريكتيفاير. اما لو بنتكلم على عدد السويتشز فهنبتدي نتكلم على هل هو فول كونفرتر ولا سيمي كونفرتر ولا هاف كونفرتر، على حسب ايه؟ على حسب نوع الكونفرتر اللي انا هشتغل عليه. دلوقتي هنبتدي نتكلم في الاول حاجه كده، مقدمه صغيره كده على مين؟ على السبيد ايه؟ درايف. اذا احنا دلوقتي عشان نيجي نتكلم على السبيد كنترول، ازاي نقدر نعمل سبيد كنترول؟ الموضوع دوت لازم نبص من وجهه نظر ايه؟ ايه الحاجات اللي في الالكتريكال درايف ممكن اتحكم فيها، او ايه الحاجات اللي في الماشين ممكن اتحكم فيها عشان اقدر اعمل سبيد كنترول. طيب لو احنا بصينا المعادله البسيطه خالص بتاعه الميكانيكال سبيد اللي هي جايه من المعادله الاساسيه بتاعه الدي سي موتور، اللي هو بيقول لي فيها ان الفي ارمتشر بيساوي اليوز ام اف او الباك ام اف بلس الدروب اللي بيحصل في الريزيستنس. لو بصينا المعادله ديت وعملنا فيها شويه تعديلات شويه كده، هنبص نلاقي المعادلة هتصفى معانا الايه؟ ان السبيد اللي انا عايز اتحكم فيها هي عبارة عن في ارمتشر مقسوم على كي فاي ناقص الار اي اللي هي الارمتشر ريزيستنس مقسوم على كي فاي سكوير، وطبعا الفاي ديت هي الفلكس او الفيلد يعني، والتي دي هي الديفولوبد ايه؟ تورك. طيب احنا لو جينا نبص على هذه المعادلة كويس هنلاقي ان احنا عشان نتحكم في السبيد ممكن نتحكم فين؟ في الارمتشر فولتج، او ممكن نتحكم في الفلكس. طيب اذا احنا عشان نتحكم في السبيد زي ما احنا قلنا، يا اما اتحكم في الفولتج المسلط على الارمتشر، او اتحكم في الايه؟ في الفيلد فلكس. طيب لو احنا هنتحكم في الفولتج بتاع الارمتشر، طبعا معروف ان احنا لينا حدود اقصى حاجه نزودها، ما ينفعش نزود عن الريتد فولتج. وبالتالي في هذا الجزء هتبقى السبيد هشتغل عليها من زيرو سبيد للريتد سبيد، لان مش هقدر ازود عن كده. اما لو انا عايز سرعات اعلى من ريتد سبيد يبقى الحل بالنسبه لي الفلكس. واضح ان الفلكس بيتناسب مع السرعه تناسب عكسي، يعني معناها كل الفلكس ما يقل كل ما السرعه تزيد، عكس الارمتشر كل الارمتشر ما يزيد كل السبيد ما تزيد. طيب يبقى معنى كده ان احنا في دايره الفيلد لو انا قللت الفولتج يبقى بالتبعيه هنقلل الكرنت، فبالتبعيه الفلكس ايه؟ يبتدي يقل معايا. يبقى على حسب انا عايز ايه يبقى انا هتحكم في ايه. طيب في بعض الطرق اللي احنا ممكن نتحكم فيها عن طريق مثلا الطرق الحديثه اللي احنا بنتكلم عليها، ان احنا نستخدم مثلا فايرنج انجل وكونفرتر وكلام زي كده. وفي بعض الطرق التقليديه اللي لسه لا زالت موجوده في مصانع كتير، اللي هي ان احنا بندخل ريزيستنس مثلا في سكه الفيلد او في سكه الارمتشر. انا طبعا لما ادخل ريزيستنس في السكه اللي هيحصل بالنسبه لي ان ايه؟ ان الريزيستنس دي هتشيل جزء من الفولتج اللي على الارمتشر. فالفولت اللي انا مسلطه على الارمتشر مش كله هيروح على الارمتشر، جزء هيضيع على الريزيستنس اللي انا حاططها هي فولتج دروب، وجزء اخر هيروح كايه؟ هيروح للارمتشر. فبالتالي بزياده قيمه الريزيستنس
هبتدي ابص الاقي ان الفولتج اللي رايح للارمتشر هيبتدي يقل معايا، فبالتالي يبقى انا كده كل ما زودت الارمتشر كل ما قللت الفولتج، كل ما زودت الريزيستنس اللي حطيتها في الارمتشر كل ما قللت الفولتج اللي رايح، وبالتالي السبيد هتقل معايا. زي ما احنا شايفين اهو، ادي العلاقه مثلا ما بين الموتور تورك والسبيد. شايفين ان هما الاثنين بدأنا من موضوع الايه؟ النيو لود سبيد اهوت، وعندنا ار اي 1 ار اي 2 ار اي 3 ديت قيم مختلفه للمقاومات. زي ما احنا شايفين ان ار اي 3 دي اكبر قيمه وار اي 1 اصغر قيمه. واضح جدا لو احنا جينا هنا مثلا عند ترك معين وطلعنا كده، هنبص نلاقي ايه؟ ان الريزيستنس عملت لي ايه في السبيد؟ قللت السبيد. يعني كل ريزيستنس ما بتكبر كل السبيد ما بيقل، ان الارمتشر فولتج التبعيه اللي هو مسلط على التيرمينال بتاعه الدي سي قل، فبالتالي يبقى الفولتج يبقى السبيد هتقل معايا. بينما لو احنا بنتكلم على سبيل المثال في ان انا هتحكم بايه؟ بريكتفاير او كنترول ريكتفاير. الكنترول ريكتفاير انا بروح جاي مفيش عندي ريزيستنس، فما بتحتلش جزء منين؟ من الفولتج دروب. وطبعا بما ان الفي ارمتشر بالنسبه لي هي قيمه ثابته هنا، فكل الريزيستنس من فكل النولد سبيد هي بتبدا من قيمه واحده. انما الارمتشر فولتج طبعا لو انا بتحكم بكنترول فاير هلاقي قيمه الارمتشر فولتج نفسها اللي داخله بتقل معايا. كونها بتقل او بتزيد فابص الاقي ان النولد سبيد اختلفت باختلاف الفولت، عكس المقاومات هنا النولد سبيد ما بتختلفش باختلاف الفولت. طيب هنلاقي ان كل الفولتج ما زاد كل ما ايه؟ ما السبيد زادت. يعني في واحد واحد دوت او في تيرمينال واحد اكبر من في تيرمينال اثنين، وبالتالي لو انا عندي لود تورك هنا مثلا كونستانت كده، هبص الاقي عند اللود دوت ادي السبيد مع الكيرف الاولاني وديت السبيد مع الكيرف الثاني. ده معناه بالنسبه لي ان انا لما بزود الفولتج اللي بيحصل ان السبيد بتزيد، بالظبط زي الموضوع ده. ما انا لما بحط ريزيستنس معناها بقلل الفولت، ارفع الريزيستنس يبقى انا بزود الفولت اللي انا حاطه على الارمتشر. ولكن الفرق الوحيد ما بين الاثنين ان هنا الموتور سبيد سرعه النو لود سبيد بتاعته بتختلف من فولتج لفولتج، لكن مع وجود الريزيستنس النو لود سبيد لا تختلف من فولتج لايه؟ لفولتج. طيب اظن كده الى حد ما يعني الدنيا كده ان شاء الله كلير والكلام ايه؟ كلام واضح. طب تعالى نتكلم بقى على دايره الفيلد. دايره الفيلد لو احنا جينا لها برضو ممكن اتحكم فيها ان انا عن طريق احط كونفرتر او عن طريق ان انا احط ريزيستنس. طب لو حطينا كونفرتر هنبص نلاقي ان الالفا بتاعت الكونفرتر كل ما زادت كل ما الفولت قل. ده معناه بالتبعيه ان احنا ايه؟ ان احنا عندنا عند الفولت القليل هحصل على اعلى سبيد. يعني هنا في تي 1 هي الكبيره والفي تي 2 هي الايه؟ هي القليله، هي القليله، وبالتالي هيبقى السبيد عاليه. يعني لو بصينا كده وطلعنا من هذا، نفترض ان الفيكتور هي الحته ديت كده وطلعنا، هنبص نلاقي عند الفي فيلد واحد اللي هو اكبر فولتج ادي السبيد، بينما لو كملنا كده هنلاقي عند الفي فيلد اثنين طبعا السبيد كبرت. ليه؟ لان احنا قايلين من شويه ان الفولت لو انا عايز ازود السبيد معنى كده ان انا بعمل ايه في الفولتج؟ هقل الفولت على اساس ان الفيلد بيتناسب عكسي مع مين؟ مع السبيد. طب نفس الكلام ممكن نعمله بالريزيستنس، ان انا كل ما بزود الريزيستنس ابص الاقي الايه؟ اللي هيحصل ان لما الريزيستنس تزيد يعني الفولتج هيقل يعني السبيد هتزيد. ريزيستنس اسف الريزيستنس لما تكبر يعني معناها ان الفولتج الابلايد على الموتور نفسه بيقل، وبالتالي هنبص نلاقي ان الموتور سبيد زادت معايا عشان طبعا الفلكس هيقل. طيب يا ترى ليه بنقول كنترول ريكتفاير وما بنقولش انسيرتد ريزيستنس سواء في دايره الارمتشر او دايره الفيلد؟ ليه؟ اولا الريزيستنس دي بتاخد جزء من الفولتج، فبضيع جزء من الفولتج ما بستفدش بيه. ثانيا بتستهلك جزء من الفولتج من اللوسز وبدفع ثمنه من غير ما استفاد بيه برضه، فبالتالي الريزيستنس بنقول عليها الطريقه دي في الكنترول بنقول عليها الويست كنترول، على اساس ان انا بخسر بيها باور ومش بستفاد بيها. ولكن مع الكونفرتر انا ما بخسرش باور اصلا، على اساس ان انا بكون متحكم في الفولت عن طريق مين؟ عن طريق الالفا، فما فيش فولتج دروب وفي نفس الوقت ما فيش عندي باور لوس. طيب لو حبينا نبص على التورك سبيد كاركترستكس بتاع مين؟ او العلاقات اللي بتربط يعني الباور مع التورك مع الارميتشر فولتج مع الارميتشر كارنت مع الفيلد سيركت مع الموتور سبيد، هنبص نلاقي في الحقيقه ان احنا عندنا منطقتين. المنطقه الاولانيه بنقول عليها
منطقة الارميتشر كنترول، والمنطقة التانية بنقول عليها منطقة الفيلد كنترول. بنقول على منطقة المنطقة الأولانية الارميتشر كنترول عشان أنا بتحكم من خلال الارميتشر. أما في منطقة الفيلد أنا بقول على ديت منطقة الفيلد عشان أنا بتحكم من خلال دايرة الفيلد سيرك. في منطقة الارميتشر طبعا زي ما احنا متفقين ان احنا هنتحكم في الفولتج، فبالتالي الفولت لما يزيد معايا عشان الموضوع دوت ايه اللي هيحصل لي بقى؟ هنقول ان الفولتج لما يقل معايا، فاحنا دلوقتي زي ما احنا كنا بنقول عندنا منطقه الكونستانت تورك اللي هي فلوكس فيها بيبقى ثابت، وبالتالي بحصل على عزم ثابت. في هذه المنطقه بيبقى اللي حاصل بقى بالنسبه لي، بيبقى الموضوع بالنسبه لي ان انا عندي التورك كبير. في هذه المنطقة زي ما احنا شايفين التورك بيبقى ثابت، وبالتالي الفلوكس ثابت، عشان كده هنبص نلاقي ان الارمتشر كرنت ثابت، الفيلد كرنت ما جتش ناحيته فهيبقى ثابت، والفولتج بيزيد تدريجيا لغاية لما نوصل للفولتج والباور بيزيد معايا. دي في منطقة الارمتشر كنترول. اما تمام، فبيبتدي التورك نتيجة لذلك بيقل معايا، تمام، وهحافظ على ثبات الارمتشر كرنت. اما الباور بيوصل لاقصى باور واقصى ارميتشر فولتج، عشان كده بنقول على المنطقه دي منطقه الكونستنت باور. اما لو بصينا بقى زي ما كنا بنحكي لعدد البلسز والكلام دوت، فنبص نلاقي ان ايه؟ ان احنا عندنا ممكن يبقى التحكم عباره عن سنجل فيز او ثري فيز، بيبقى كنترول ريكتفاير، بيبقى اما هاف ويف يا اما فول ويف كونفرتر او سيمي كونفرتر. بالنسبه للثري فيز بيبقى برضه نفس الكلام، بيبقى هاف ويف او سيمي كونفرتر، او بيبقى كمان معايا ايه؟ بيبقى عباره عن فول ويف ريكتفاير. ان شاء الله المحاضره الجايه هنبتدي نتكلم بقى عن انواع الكونفرتر وتاثيرها بالتفصيل. هنتكلم الاول على السنجل فيز كونفرتر، وبعد كده هنتكلم على الثري فيز كونفرتر. اتمنى ان الموضوع يكون مفيد بالنسبه لحضراتكم، وتابعونا في الدروس القادمه. مع تحياتي دكتور.